السلام عليكم الخوت، معكم حمزة طيور الزينة في أول فيديو في القناة ديالي. اليوم إن شاء الله غنوريكم كيفاش نصيد ما هو التعشيش طيور الروز والفيشر، يعني طيور الحب بصفة عامة. واليوم غنديروا السحب حتى الاخر، وغنقول لكم شروط المشاركة. غنديروا السحب اللي بغى طوير ديال الدريساج بغى يربحوا. انا بمناسبه انني وصلت الانكا، راه غندير واحد السحب باش واحد من اللي زابوني غيربح واحد الطوير. المهم ما علينا، دابا غنشرح لكم كيفاش كنعقم انا هاد كنقولوا لي حنا الجريد وورق النخيل، كيفاش غنعقمه وكيفاش كنقدمه للطيور وكيفاش هما كيقشروا وكي كيديروا لي وكي كيبنيو. انا غنشرح لكم. هادو خويا كيكونوا كيقطعوا من البلديه في الشارع، كيكون موسخ بزاف. هذا راه مزيان بالنسبه للناس اللي عندهم طيور الحب، هذا راه كيخدم مزيان. كاينين بعض الناس كيخدموا بالتبن اولا كيخدموا بالنجاره اولا كيخدموا بشي حوايج اخرى. انا كنفضل هاد الدوم، كيقولوا لي الدوم كنفضلو. علاش؟ حيت كيبنيو كيلقاو فيهم مرة بحال كتخليهم في الطبيعه ديالهم، هما كيبنيو، هما طيور الحب كيبنيو. فاش كيشدوا هادي بحال هكا كيحاولوا كيبقاو يدوروها وكيكونوا العش ديالهم، كيهزوا هادي بحال هكا وكتخشيها الانثى في الظهر ديالها وكتدخل العش وكتبقى تبني سبحان الله العظيم، كتكون واحد الشكل هندسي. وطيور الحب راه كيديروا العش ديالهم جوج ديال الدخلات. المهم انا غنوريكم الطريقه ديال التعقيم ديالو، كيفاش تعقمو وكيفاش تقدمو ليهم بالنسبه ديال الناس ديال المسرح وبالنسبه للناس ديال الكيجون. انا عندي الكيجون خدام فيهم الطفرات وعندي مسرح خدام فيه النورمال. غنوريكم كيفاش كنقدم هاد الورق النخيل وكيفاش كنغسلو وكيفاش كنحطو في الكاج، يعني واش الفوق واش التحت. هو نورمالمون خاصو يتحط الفوق باش ما يبقاوش يبزقوا عليه. هاد الوسخ اللي كتشوفوا فيه، قرب اخويا انت، هاد الوسخ اللي كتشوفوا فيه الى الطوير مشى مع هنا كيكونوا ديزين الطوموبيلات في الشارع وكيكونوا بزاف ديال العوامل كتعرض لهم هاد النخل هذا. الى الطوير جاو بدا كيقطع فيه وقاشي شي جراثيم ولا فيروسات بالفم ديالو، راه الطوير كيتصاب بالميغا باكتيري اولا التريكومونوز. حنا فاش كنتفادوا هاد المشاكل اخويا كنغسلوا الجريد ديالنا، كنعقموه مزيان، كنشروه في الشمس عاد باش كنقدموا ليهم. انا غنوريكم الطريقه كيفاش كنغسل الجريد. انا عندي سيستم ديال بريسيون ديال الماء، غنوريكم الطريقه كيفاش كنغسلو. راه كيولي نقى كيتعال. انا نوريكم الطريقه. راه ما كيبقى والو، كتولي نقيه. كتغسل بالطريقه هذه راه كيولي نقي. وهما كيعجبهم وكيخلي واحد الريحه زوينه في الالفاج، كتبقى فيه واحد الريحه زوينه وكيبقى نقي. دابا الطوير فاش غيجي غيبغي يحيد هذه مثلا، هما كيحيدوها بحال هكا وغيدخلها غيلقاها ناشفه نقيه، ما يكونش عندك المشكل. الا جاو لقى هذاك الشيء باش عامر هذاك الوسخ حاشاكم ديال الطوموبيلات، وداك راكم عارفين خلف كازا راه كيتعرض بزاف العوامل. الا جا قاسو في فمو ودخل وكل الوليدات اولا قاسو غير هو الطوير سوا فيشر اولا روز، راه كون اكيد ان الطوير غيمرض لك وما تكونش ثلاثه ديالهم مزيانه. حيت هادو راه كيكون عليهم شي وسخ، كيكون العنكبوت، كيكونوا بزاف ديال الحوايج. من بعد ما خوتي غسلتو كنحلو بهاد الطريقه هادي، وكنحطو في الشمس عادي جدا. ها انتوما الطريقه كيتحط الشمس. هذا بالنسبه للوقت الخوت اللي غيبقى فيه، غيبقى نهار ضرب فيه الشمس مزيان، وهذيك الساعه راه غنوريكم كيفاش غنعلقوه في المسرح ان شاء الله.
هانتوما بحال هادي شوفوا اخوتي هانتوما شوفوا هذيك هذه راه بحال هي والفيلا راه قلت لكم كيكون العنكبوت شو ها ها انت واش دابا دخلت عليك بالله دابا غتعطي لي الفرخ غتعطي لي الفرخ يتسكن ها انت اخو شو ها 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 انت راه كيكون مسخ بزاف ما تغامروش بالطويرات ديالكم حاولوا تعقموا لهم المسائل وانت حتى كتبقى هاني يعني سيرتو الا كنتي خدام بروفيسيونيل غتبقى هاني ما تعطيش شي حاجه اللي غتضر بحال هذا الا حيد هذه الورقه هذه حيد هذه الورقه هذه وبغى يبني بها العش راه ما غيبني لا عش لا والو راه الطوير ديالك غيمرض وغتبدا عاوتاني وبالنسبه خوت الناس اللي ما عندهمش هاد لاباري هذيك بريسيون ديال اللور غيخصك غير تيو وغدير البريسيون بصبر انا الحاله ديال ما كانتش عندي هادي كنت كندير كنشد دش فيا وكندير لابريسيون راسي كنت لابريسيون هي اللي كتحيد هاد الوسط بالطريقه هي ماشي بحال الاخرى ولكن المهم راه كتحيد حتى هي الوسط الاخرى كتقتاسب شويه على الماء صافي وكتعلقها كيف العادة بحال هاكا صافي وكنبقى على الطريقة هادي من بعد ما الخوت غسلناه غنخليه يتنشر في الشمس بين ما كرم وغنوريكم الطريقة كيفاش غنقدمو الطويرة بالنسبة للخوت المواد التعشيش راه كاينين بزاف كاين هاد الدوم هذا كيقولوا ليه الدوم كيقول ليه الجريد كيقول ليه ورق النخيل كاين الجارة وكاين التبن
وكاين الناس كيديروا الفصه. انا نقول لكم كل حاجه جربتهم كاملين، نقول لكم كل حاجه السلبيات ديالها والايجابيات ديالها. هذا خويا بالنسبه للجريد ديال الخل، الايجابيات ديالو انه كيخلي تقدر تخليه عندهم في الصندوق يديروا فيه جوج ديال العشاش، والجريد ديال الخل كيمص الرطوبه من الصندوقه، وكتساعد على الراحه ديال الطويرات ديال الشحال، كيحسوا بريوسهم في الطبيعه، كيبقاو يلعبوا به، منهم كياكلوا ومنهم كيبنيو به، وكيبنيو واحد الشكل هندسي سبحان الله العظيم احسن من المهندسين. وبالنسبه خوتي لي زانكونفينيون ديالو، حد الان ما لقيتش انه عنده شي انكونفينيون، غير هو فاش من مورا جوج ديال الاعشاش خاصك ضروري تحيدو، حتى كيكون بدا كيعطي الريحه. بالنسبه خوتي للتبن، التبن لافونتاج ديالو لي زانكونفينيون ديالو، التبن اخويا ساهل باش تلقاه، ساهل باش تلقاه، كتمشي عند اللي كيبيع هذوك الماتيريال ديال الحيوانات، راه كيعطيك نص باله تقدر تاخذ باله ديال التبن. المهم تقدر تاخذ نص باله كتحطها لهم في خنشه كيبداو يهزوا وكيجمعوا. بالنسبه ما كيشكلوش بالتبن، ما يقدروش يشكلوا لك شي شكل هندسي زعما خارق للعاده. والتبن فاش كيبداو يتزادوا الوليدات كيبداو يبصقوا في الجوانب ديالو، كيبدا هذاك الشيء كيمرج حتى التبن الا قربات ليه الرطوبه كيخنز، معروف التبن الا قربات ليه الرطوبه كيخنز، ماشي بحال الدوم وماشي بحال الجريد. هذا هو المشكل اللي لقيت في التبن. بالنسبه للفصه حتى هي مزيانه، ما لقيتش فيها مشكل، غير هو لقيت مشكل على داك السيد اللي كيبيع الفصه، كتكون عنده بارفوا طوبه او لافار، كتجي حاجه كوم كتبرز اولا كتبول على هذاك على هذيك الفصه، وكتجيب انت الطويرات ما يمكنش الفصه غتغسلها، وما يمكنش تبن غتغسلو، فهمت؟ هي خاصك طول المده راه ما كينشف حتى كيجمع الماء. هذا لا هذه لا شيء ما كيشدش فيه الماء بزاف، راه يلاه دابا خوينا عليه الماء، ها هو راه بدا ينشف دغيا كينشف، وكيعجبهم الصراحه، وكيخلي واحد الريحه زوينه في الليفار. بالنسبه لدابا غسلناه، ما حيدوش منه لي ميكروبات كاملين، راك عارفين الماء كينقي، ما كيحمي، ماشي مطهر. غنستعمل بيو سيترونش، هذا راه ايزاج ملتيبل، كنت هضرت لكم عليه، قلت لكم اود راه معقم، تقدر تعقم به الشرابات، تقدر تعقم به القفوزه، يقدروا يشربوا الطويرات، وانا كنعقم به حتى ورق النخيل. غنوريكم طريقه الاستعمال ديالو. هنا عندي الماء، ها هو الماء في الصاب، غنخو واحد المقدار، هنا عندي عبار ديال هاد 5 ملي، وندير لها الطريقه هذه، غنزيد واحد شويه. هذا مطهر مزيان، كتهنى اخويا، باش حتى الا كان شي حاجه شي فيروس في النخل وهذا ما كيبقاش، يعني هذا الشيء كوقايه كتفادى الامراض، مادام تخلي حتى المرض يبان ويبدا يطريطي، انت كدير الوقايه باش ما يوقع لك والو، تبقى خدام بخير وعلى خير. ها هما كيولي هنايا، كدير كتحاول تخلصو، ها هو اللون ديالو راه بحال الفيطادين، ها هو. وغنحاول نبدا نخوي عليهم، غنبدا نخوي عليهم عادي بالطريقه هادي. هما كيشربو بالطريقة هادي، البيوتيد راه مخصو يخطا حتى شي ايزر الصراحة، البيوتيد راه زوين عقم به أي حاجة، وما يخليش لك المشكل، والله ما يخليش المشكل. كنحاول انني نوصل، راه كنخوي على من الفوق، هي راه كتهبط بك، بس الا بقات شي حاجه ما حيدتش ليا البريسيون ديال الماء ما كيكونش عندي مشكل. حتى الريحه ديالو راه داير بحال سبيطادين تماما. صافي هو بالطريقة هادي، كنكون
كنكون انني هاد المواد التعشيش عقمتهم وكنعطيهم شي حاجه مزيانه وكيبقى عندهم يعني مده ديال جوج اعشاش ما كيكون غرام ديال الموت. وبالنسبه للطريقه ديال كيفاش انني نحطو في الكاج اولا في المسرح انا غنوريكم دابا الطريقه. بالنسبه للطريقه واخا باقي ما نشفش انا غنوريكم بالنسبه للطريقه ديال الكاج. الطريقه ديال الكاج كنبدا نشد هادي كنبدا نشد وكنحيد نشد ونحيد نشد ونحيد نحيد وبالنسبة للناس اللي عندهم كوبلر ضروري تحط ليه مواد التعشيش باش كتحفز المبيض ديالها باش الأنثى توضع البيض. هما راه تبارك الله راه عندهم واحد القنقون ما كيوحلوش معايا خويا. لا واحد المقدار ديال اللي غتبني به اللي غتبغي تبني به الانثى العش ماشي بزاف وماشي قليل. هانتوما كتشدو بحال هكا هانتوما خوتي كنحيدو على الطريقة هادي وكنحاولو اننا كنجمعو. دابا غيخصونا في الطماطم غناخدو صنطة وحدة ها هي غنجمعو نحاولوا اننا نجمعوا على الطريقه هذه. وهذا الا كان في القفز. هذا بالنسبه للقفز فاش كيكون في القفز ما كنحطوش لهم في الارض اولا في الجنب. علاش الا حطيتي لهم في الجنب الا حطيتي لهم في الارض غيعمر بالبراز ديالهم وغيبداو يهزوا بالفم ديالهم وداك الغسيل اللي غسلنا لا داعي الا كنا غنحطوه في الارض لا ما نغسلوه. اما دابا هذا مغسول نقي ما نحطوش لهم عاوتاني في الجنب غيوقفوا عليه وغيديروا عليه البراز ديالهم. كنلصقوا لهم في السقف في السقف ديال الكاج كنلصقوا على الطريقه هذه كنلصقوا وكنشدوا بشنطه كنشدوا بشنطه بحال هكا. انا غنوريكم الطريقه ديال الشنفارات كنلصقوا الكاج. علاش باش ما يخسرش ليا الانتاج ما تكوباش ليا بياسه بيرسونا تاع ارلو كان مع بياسه نورمال. إلا كنت كنخدم في ليكاج كنحسن النسب في ليكاج كتحسن النسب. هنايا كنجمع الأولى بسنطة كيف الطريقة هادي وكنشد بسنطة أخرى كنخشيها في هاديك السنطة وكنخشي بحال هكا بحال الطريقة كيفاش. وكيفما قلنا كنعلقو في السقف في السقف باش ما يعمر لا براز ما يطيح يعني ما يعمر زوان ما والو. ها هو الطريقة ديالو هنا كتضمن انهم كيدخلوه نقي وما كيكونش حتى شي مشكل على الطريقه هذه. هو معلق الانثى راه كتعلق حتى هي وكتبدا تجبد اولا كتطلع فوق من الوقافه وكتبدا تجبد بالواحد بالواحد وكتخشي في ظهره وكتدخلو في العش وكتبني واحد الشكل هندسي زوين اللهم بارك. انا غنوريكم بعض الاشكال الهندسيه اللي تصادفت بهم بالجريد هذا يعني كيحسدوا بانه يطرقنا كيفاش غنركب الورق ديال النخيل في الكاج. دابا غنوريكم الطريقه كيفاش غنعلقو في القفص. راه في القفص ما خصنيش نحطو في الارض خاصو يكون معلق باش ما يلحوش على داك البراز ديالهم يدخلوا الجريد للصندوق الملصق. بالنسبه للعصافير في الطبيعه ولا في البريه راه كيجيبوا العج ديالهم جديد كيجيبوا الى لقاو فيه الزقوه ديالهم ما يدخلوش فهمتي. بالنسبه لخوتي هنايا كنشد هادي كنشد هادي هادي هي اللي كندير فيها الثقب على الطريقه هادي كنبقى تابعها بشويه بشويه حتى كنثقب على الطريقه هادي ها هي وكنجبد كنركب فيها الصنطه كنركب فيها الصنطه كنعلقها سوا في الكاج في العلو نعلقها سوا في الكاج سوا ندير لها كروشي
الامر يخصك. انا كنعلق الكروشي، كدير كروشي بحال ما وكتعلقها فيه بحال هكا على الطريق هادي، وكتبقى معلقه على الانثى كتجي تعلق هنايا، وكتبدا تحيد هادو بشويه بشويه، وكتبارطاجيو مع لي زامي ديالكم باش تعملوا الفائده. بالنسبه اخوتي شروط المسابقه اللي غندير، غنعطيه واحد الوليد بمناسبه انني وصلت الانكا، غنعطي واحد الوليد دريساج بالماكله ديالو. شروط المسابقه راه سهله، تكون داير ليا ابوني وتوصل لواحد العدد اقصى ديال لي جيم في الكومونتير. اي واحد شاف هذا الفيديو الكومونتير تاعك، ولا وصلوا واحد اكبر عدد ديال لي نوم دو كومونتير هو اللي غيربح الوليد. وكنتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هاد لي زانفورماسيون اللي مهمين مع الناس ديالكم. انا ان شاء الله مازال غنعطيكم الجديد. دابا وصلت ل 1000 كا، يعني غيبدا كل سيمانه فيديو ان شاء الله. والمواضيع اي واحد بغى شي استفسار او لا بغاني ندوي على شي موضوع يكتبوا في كومونتير لتحت. انا ما غنطرقش المواضيع اللي كاينه بكثره في منصه يوتيوب، غنشوف غير المواضيع اللي نادرين او لا قلال او لا ما كاينينش في يوتيوب، هما اللي غنطرق لهم باش تعم الفائده، وباش كلشي ينتج من طيور الزينه، وباش كلشي يتعلم. والله يسخر الجميع. كنتمنىكم تكونوا تبقاو بخير نتوما والطويرات ديالكم. الله ييسر الجميع. الى فرصه قادمه.